اهلا بيكم طلاب بريب 2. النهارده هنكمل مع بعض الليسن 2 في الوحده الاخيره، ويعتبر الدرس الاخير في اليونت بتاعتنا. الليسن 2 التايتل بتاعه ايه؟ Reproduction in Human. خدنا الليسن اللي فات الريبرودكشن في البلانتس، النهارده بقى هناخد الريبرودكشن في الهيومن. طيب هنبص كده مع بعض. بيقول لي اول سؤال كده، خلينا نفكر: Why does the reproduction process have a great importance for human beings؟ ليه ال reproduction دوت يعتبر process مهمة جدا كده بالنسبة زينج a special 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 system called by female by a 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 using a special system اسمهم ايه؟ ال reproductive genital او ال reproductive او genital system. طيب ال reproduction process aims to exist the existence and continuity of living organisms زي ما خدنا برضو في اللسن اللي فات. طيب give reason ليه؟ ليه هي يعتبر مهمة جدا او بتخليه في امان لل existence بتاع ال human to prevent them from a from the extinction، عشان تحمي ال humans من الانقراض او من ال extinction. طيب ال man can't reproduce asexually but he only reproduce sexually. طب ليه ال humans only can reproduction bisexually؟ because the individuals coming from asexual reproduction are identical to the parent. فاكرين لما خدنا ال asexual reproduction في plants وقلنا ان ال individual او الافراد اللي بتخرج منه بتكون identical to the parent او لل origin plant، عرفنا ان ال asexual بيطلع لي identical individual، بيطلع لي افراد نسخة طبق الاصل من الاب. طب هو الانسان بقى الهيومن قال لي ماله؟ قال لي بيكون الاتش الانديفيدوال ديفرز فروم اذر، احنا كلنا مش شبه بعض، احنا كلنا يعتبر اشكالنا مختلفه، عشان كده الهيومن يعتبر ريبروديوس او ريبرودكشن باي سيكشوالي. طيب هنبص كده مع بعض عشان هناخد اول حاجه معانا الميل ريبرودكتيف او الجينيتال سيستم. الميل ريبرودكتيف سيستم قال لي consist of four main parts اللي هم ايه؟ قال لي ال two testes و ال two vas deferens و ال associated glands و ال penis. يبقى اربع parts للميل reproductive system. ادي زي ما احنا شايفين كده في الرسمة بتاعتنا، ادي اول حاجة ال vas deferens و ال penis و ال testes، وقلنا رابع حاجة معانا ال associated glands. هناخد كل واحدة بالتفصيل ونعرف كل أورجان الفانكشن بتاعته ايه. أول حاجتين ال two testes الديسكريبشن بتاعهم شكلهم عامل ازاي؟ قال لي they are two glands of oval. قال لي شكلهم كده عامل زي ايه؟ oval كده، شكلهم في الشيب يعتبر elliptical أو oval shape، وكمان يعتبر two glands، هما غدتين. يبقى ايه ال testes دول؟ they are two glands of oval shape. طيب مكانهم البوزيشن بتاعتهم فين او اللوكيشن بتاعهم؟ قال لي they locate outside the body in a sac like structure called scrotal sac. يبقى التستس دي قال لي ان هي بتكون جوه الجسم، قال لي لا هي مش انسايد ذا بودي، هي اوت سايد ذا بودي. موجوده كده فين؟ قال لي موجوده في ساك او يعتبر كيس كده اسمه ايه؟ السكروتال ساك، او ليه اسم تاني اسمه السكروتيوم. طيب السكروتيوم او السكروتال ساك ده يعتبر ايه؟ which is hanged between males thigh. يبقى كده عرفنا البوزيشن بتاعها وعرفنا مكانها فين. طيب الفانكشن بتاعتها بقى، قال لي production of sperms، هي بتكون لي او بتنتج لي او بتعمل production لحاجة اسمها السبرمز. ايه هي السبرمز دي؟ قال لي اللي هي الميل جاميتس. يعني ايه جاميتس؟ الجاميتس هي الجاميتس دي الحاجة المسؤولة اصلا عن الريبرودكتيف نفسه، هي حاجة المسؤولة عن الريبرودكشن، وهنعرف قدام شوية هي الرول بتاعها هيبقى ايه. يبقى خلينا نعرف دلوقتي ان التستس الوظيفة بتاعتها او الفانكشن بتاعتها الريبرودكشن البرودكشن اوف سبيرمز. طيب ليها وظيفة تانية؟ قال لي الفانكشن التانية بتاعتها برودكشن اوف ميل سكس هرمونز نون از التستوستيرون. او يبقى كده عرفنا ان التاني فانكشن للتستس ان هي بتعمل ايه؟ برودكشن اوف
السكس هرمون، وكمان اسمه ايه السكس هرمون ده؟ اسمه التستوستيرون. قال لي ماله التستوستيرون؟ which is responsible for the appearance of secondary male sex character اللي هي signs of puberty in male. يبقى التستوستيرون ده بيقول لي هو مسؤول عن responsible for ايه؟ ال appearance of secondary male sex character، هي اللي بتظهر لي الايه؟ ال secondary male sex character. طب ايه هي بقى الفانكشن بتاع السكروتال الساج؟ السكروتال ساج ده اللي هو فيه التو تيستس اللي قلنا عليهم. قال لي اتس ريجوليت اند كيب ذا تمبريتشر اوف تيستس تو 100 2 degrees celsius below the normal body temperature which is the optimum or suitable temperature for the growth and development of sperms. قال لي الكيس او السكروتال ساك ده اللي يعتبر مغلف للتستس، قال لي ده بيعمل لي ايه؟ قال لي بينظم التمبريتشر للتستس، بيخليها اقل بدرجتين من درجة حرارة الجسم العادية اهو below. هنا كده يعتبر keeps the temperature of testis 2 celsius below the normal body temperature. وقال لي بقى لما تقل درجتين عن درجة حرارة الجسم هو ده الاوبتيما او السيوتبل تمبريتشر لمين؟ للجروس والديفلوبمنت بتاع السبرمز. طيب ايه بقى الساينز اوف البيوبرتي اللي احنا قلنا عليها فوق، اللي المسؤول عن ظهورها او اللي بيكون مسؤول، الهرمون اللي مسؤول عن الابيرنس اوف بيوبرتي كاركترستيس قلنا اسمه ايه؟ التستستيرون. ايه بقى الساينز دي؟ قال لي خمسه ساينز. اول حاجه الجروس اوف هير ان سيرتين بودي لايك البريد اند المستاش، والهارش الهارشنز اوف فويس نلاقي الصوت بقى تخين، جروس اوف بونز العضلات والعظم يعتبر فيهم من نمو او تضخم، اللارجمنت اوف ماسل زي ما قلنا، جروس اند ديفلوبمنت اوف جينيتال اورجانز، كل دي ساينز اوف ايه؟ اوف بيبرتي، او تعتبر السكس ساينز للمين؟ للميل في الميل انديفيدوال في الميل هيومن. طيب هنكمل كده مع بعض ونشوف معانا ايه تاني. بيقول لي if the testes are present inside the body and don't come out during the development of the embryo, the testes cannot produce sperms so the individual becomes infertile او هيبقى sterile. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي افرض ان التو تستس اللي احنا قلنا عليهم فوق دول ما بقوش outside the body، احنا قلنا ان اللوكيشن بتاعهم او البوزيشن السليمه ليهم ان هم يكونوا outside the body. لا قال لي بقى الا قال لي ايه اللي هيحصل لو لقينا التستس دي don't come out في الفتره بتاعه الامبريو للهيومن ده وهو لسه امبريو وهو لسه جنين، التستس ما خرجتش من البودي بتاعه. قال لي الانسان ده او الانديفيديوال ده بيكون انفرتايل او هيبقى اسمه ستيرايل. ستيرايل يعني عقيم، شخص مش هيقدر يخلف او هيبقى غير قادر على ايه؟ الريبرودكشن بعد كده. يبقى لو التستس بتاعت الميل هيومن ما خرجتش بره او ما بقتش اوتسايد البودي، الانديفيديوال او الهيومن ده هيبقى ايه؟ هيبقى انفرتايل. طيب هنكمل بقى نشوف تاني حاجة معانا الفاز ديفرنس، هنشوف برضو شكلهم الديسكريبشن. قال لي each testis is connected to a group of fine convoluted or highly lobed tubes known as الابديديمس. الابديديمس دي قال لي ان هي تعتبر ايه؟ حاجة كده highly lobed، حاجة كده تعتبر ملولوة كتير جدا، بتبقى متصلة بمين؟ connected to التستس نفسها. يبقى التستس connected بحاجة highly lobed، ال highly lobed دي الابيديديمس. طيب الابيديديمس دي برضو احنا لسه ما جبناش عن سيرة الفاز ديفرنس. قال لي بقى الابيديديمس دي extend in the form of a single tube known as vas deferens. نركز عشان الحتة دي بيجي اسئلة عليها كتير وبنتلخبط. لو قال لي الشكل الهايلي لوبد الاورجان الهايلي لوبد ده الابيديديمس، انما لو قال لي السنجل تيوب بس ده يعتبر مين؟ الفاز ديفرنس. طيب زي ما قلنا ادي التست اهي كونكتد بمين هنا؟ الجزء اللي هو يعتبر هايلي لوبد ده الابيديديمس، في الاخر بقى بيبقى سنجل تيوب واحده تروح مكوناني مين؟ الفاز ديفرنس. طيب الفانكشن بتاع الابيديديمس الاول، الابيديديمس ده ليه وظيفه؟ قال لي طبعا. قال لي ايه هي؟ the final stage of the growth and the development of sperms take place in it.
اخر مراحل الفاينل ستيج للجروس والديفلوبمنت بتاع السبرمس اللي هي الجاميتس اللي قلنا عليها في الاول دي تعتبر بتحصل فين؟ في الابيديديمس. يبقى الفاينل ستيج اوف جروس اند ديفلوبمنت بتحصل فين؟ في الابيديديمس. تمام. قال لي ات ستورز ذا سبرمس، كمان بتتخزن فيها مين؟ السبرمس. طيب الفانكشن بتاعت الفاز ديفرنس بقى، قال لي ترانسفير ذا سبرم فروم ذا تيستس تو ذا يورني يورينري جينيتال دكت. الفاز ديفرنس دي تعتبر هي الوسيله اللي بتنقل او بتعمل ترانسفير للسبرمز من اللي فين؟ من التستس لليورينري جينيتال دكت، او الحاجه اللي بتخرج منها اللي هي الايه؟ اليوسرا. اليوسرا. طيب قال لي وات هابن اف، برضو ايه اللي هيحصل لو ذا تو فاز ديفرنس وير كات؟ ايه اللي هيحصل لو الفاز ديفرنس دول حصل لهم كات او اتقطعوا؟ ذا سبرمز كانوا ترانسفير فروم ذا سيستس تو ذا يورينري جينيتال دكت اند ذا انديفيدوال برضو بيكام انفيرتايل. اللي هيحصل ان السبرمز مش هتقدر ان هي يحصل لها ترانسفير او مش تقدر ان هي تعدي لمين؟ لليوريسرا اللي احنا قلنا عليها. فبالتالي برضو الهيومن ده او الميل هيومن هيبقى ايه؟ هيبقى انفيرتايل او عقيم. طيب تالت حاجه معانا الجينيتال اسوشيتد جلاندز. في كده كام جلاندز كده موجودين برضو في الايه؟ في الميل ريبرودكتيف سيستم. الجينيتال اسوشيتد جلاندز شكلهم ايه؟ ار 3 كايندز اوف جينيتال جلاندز كونكتد تو ذا ميل ريبرودكتيف سيستم ويتش ار 2 سيمينال فيسيكل والبروستات جلاند وتو كوبرز جلاند. التلاتة دول هم دول ايه؟ الاسوشيت جلاند بتوعنا اسمهم ايه؟ تو سيمينال فيسيكلز والبروستات جلاند والتو كوبرز جلاند. لو بصينا عليهم كده هنشوفهم، ادي اهو سيمينال فيسيكل اهي والتانية هناك اهي قدامها وبعدهم البروستات جلاند والكوبر جلاند. طيب يبقى احنا كده عرفنا اشكال وايه واسامي الجلاندز بتاعتنا. طيب الفانكشن بتاعت الجلاند دي بقى ايه؟ الفانكشن بتاع الاسوشيت الجلاند قال لي زي بور سكريشن اون ذا سبرمس تو فورم ان الكالاين فلويد نون از السيمينال فلويد. قال لي الجلاندز دي بتعمل سكريشنز او افرازات اللي بتصبها او بتكون موجوده عند مين؟ بتفرزها لمين؟ للسبرمز عشان تعمل وسط ايه؟ الكالاين. الكالاين ميديم او الكالاين فلويد بيبقى اسمه ايه؟ السيمينال فلويد. يبقى مين اللي بيعمل السيمينال فلويد ده؟ الجلاندز. طب بتعمله ليه؟ عشان يكون الكالاين فلويد. طيب الفين الفانكشن بقى بتاعت السيمينال فلويد ده نورشس او فيدز ذا سبرم. هي بتعمل السيمينال ده ليه؟ علشان يغذي السبرمز بتاعت الميل. يبقى فيدز ذا سبرمز وفاسيليتس ذا فولو اوف سبرمز، كمان بتسهل الفولو بتاعت السبرمز ونيوترلايز ذا اسيديتي اوف يوريثرا سو سبرمز دونت داي ديورينج الباسنج ثرو يوريثرا. قال لي اليوريثرا بتاعت الميل بيكون ايه؟ طالما هي فيها يورين بتكون اسيدك، فبالتالي هي الغدد بيكون الفلو السيمينال فلويد ده الكالاين. طب الكالاين واسيدك ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بقى نيوترلايز، هيبقى في تعادل. يبقى تالت وظيفه للسيمينال فلويد ان هي بتعمل نيوترلايز للاسيديتي اوف يوريثرا، عشان كده السبرمس ما بتموتش دونت داي ديورنج ايه؟ باسنج ثرو ذا يوريثرا، وهي بتعدي بقى من المجرى بتاعت اليورين ده ما بتموتش وما بيحصلهاش حاجه. طيب برضو افرد او ماذا يحدث لو وات هابنز اف ذا ان ابيليتي اوف ذا سكس جلاندز تو سكريت السيمين. لو الجلاندز بتاعت الميل ما قدرتش ان هي تفرز السيمين، قال لي ذا سبرم هيحصل لها ايه؟ السبرمز داي سو ذا انديفيدوال بيكام برضو استرايل او انفيرتايل. طبعا هي مش قادره ان هي تفرز السيمين الفلويد، فبالتالي اللي هيحصل ايه؟ السبرم طبعا هتموت لان مفيش حاجه ولا بتغذيها ولا بتعمل لها نيوترلايز، يبقى هتموت عشان مفيش ايه؟ نورشمنت او نيوترلايزيشن. طيب هنكمل كده كلامنا ونشوف اخر حته او اخر بارت معانا في الميل ريبرودكتيف سيستم اللي هو البينس، والديسكريبشن بتاعه اتس از بونج لايك تيشو ذا يوريثرا باسس ثرو ات اند اندس ان ايورينري جينيتال اوبننج. طيب الفانكشن بتاعت البينس ده ايه؟ قال لي ثرو ويتش ذا سيمن اند اليورين جو اوت اوف ذا بودي ثرو ذا يورين جينيتال اوبننج بات نيفر ات ذا سيم تايم. الفانكشن بتاع البينس قال لي ان هي يعتبر ايه؟
بيعدي فيها السيمين واليورين مع بعض، اليورين والسيمين بيعدوا فيها، بس كل يعتبر ايه نيفر ات ذا سيم تايم، مش هيبقى في وقت الاثنين هيخرجوا ايه في السيم تايم، ده في وقت وده في وقت. طيب هنشوف كده، يعتبر معايا هنخش بقى على الفيميل ريبرودكتيف سيستم. هنكمل دلوقتي مع بعض نشوف الفيميل ريبرودكتيف اللي هو الجينيتال سيستم. طيب الجينيتال سيستم ان فيميل ديفرز طبعا فروم ذات ان ميل ان سيفرال اسبيكتس، mostly in being adapted to carry the embryo during the period of pregnancy. يبقى بيقول لي ان طبعا الفيميل سيستم بيختلف كتير جدا عن الميل سيستم، واهم حاجة ان هو بيكون مهيأ ان هو يكري الامبريو او الجنين في فترة الايه البريجنانسي او الحمل. طيب الفيميل ريبرودكتيف سيستم بقى بيقول لي كونسيستيف برضو اوف فور مين بارتس، برضو اربع بارتس او اربع اجزاء. ايه هما؟ التو اوفرز والتو فالوبين تيوب واليوترس والفاجينا. يبقى دول الاربعه بارتس بتاعه الفيميل ريبرودكتيف سيستم. هنتكلم برضو عن كل اورجان فيهم او كل بارت فيهم. اول حاجه التو اوفرز، قال لي الديسكريبشن بتاعهم they are two glands having the size and shape of billed almond. ادي شكل الاوفري، بيقول لي ان هو يعتبر تو جلاند برضو واخده الحجم والشكل بتاع البيلد المند، اللي عارفين المكسرات اللوز هي شكل اللوزه كده. يبقى two glands having the size and the shape of a البيلد almond. ادي شكل الاوفري اهو، ده شكله بالظبط كده، وده السيستم كله بتاع الفيميل. ادي اليوترس، هو ده جزء اليوترس، وادي التو اوفري، ادي واحد اهو واحد، ادي واحد وادي التاني، وعندي الفاجينا اهي هو الجزء اللي تحت، وعندي طبعا ادي الفيلوبيان تيوب، وعندي الناحية التانية برضو فلوبيان تيوب، لكل اوفري فلوبيان تيوب. طيب نرجع تاني للبوزيشن بتاع الاوفري، الموقع بتاعه ايه؟ قال لي زي لوكيت انسايد ذا بودي ان ذا لوور بارتس اوف ابدومينال كافيتي فروم ذا باك. بيبقى هما موجودين فين؟ من فين؟ في الابدومينال كافيتي فروم ذا باك، فين؟ في اللور بارت اوف ذا ابدومينال كافيتي فروم ذا باك، في الجزء اللي من ورا كده ناحية الظهر، يعتبر ايه تحت الابدومينال كافيتي. طيب الفانكشن بقى بتاعت مين؟ بتاعت الاوفري. قال لي اول حاجة برودكشن اوف اوفا او الفيميل جاميتس. هناك في التستس في الميل ريبرودكشن عرفنا ان الفانكشن بتاعت التستس كانت بتعمل ايه؟ برودكشن اوف ايه؟ اوف السبرمز اللي هي الميل جاميتس. هنا بقى الاوفري برضو بينتج الايه الجاميتس بس بتاعت الفيميل، اسمها ايه؟ اسمها الاوفا. يبقى الاوفري ريبرودكشن اوف اوفا اللي هي مين؟ الفيميل جاميتس. طيب ان ا بروسيس نون از الاوفيوليشن. يبقى الاوفري بينتج او بريدكشن الفيميل جاميتس في بروسيس اسمها ايه؟ اسمها الاوفيوليشن. نشوف كده الكونسبت بتاعها ايه هو الاوفيوليشن بروسيس. اتس ذا بروسيس اوف برودكشن اوف اوفا زي ما قلنا، هوير اتش ايتش اوفري ريليزز وان رايب اوفيوم افري 28 داي ان اكسشينج وذ ذا اذر اوفري. قال لي ان كل اوفري بيعتبر، احنا عند الفيميل عندها تو اوفري، قال لي الاوفيوليشن بروسيس بقى هي ايه؟ البروسيس بتاعت البرودكشن اوف اوفا، وان ايتش اوفري بيريليز وان رايب اوفيوم اوفا، واحده بس تبقى طبعا رايب، تبقى ماتشر او رايب ان هي تكون ناضجه، رايب اوفا كل ايه افري 28 داي ان اكسشينج ويز ذا اذر داي وان ذا اذر اوفري، بيبدلوا او بيعملوا اكسشينج مع بعض. طيب يبقى اول حاجه او اول فانكشن للاوفري ان هو بيعمل برودكشن للاوفا. طيب تاني فانكشن برودكشن اوف فيميل سكس هرمونز. يبقى البرودكشن للمين؟ للسكس هرمونز او الفيميل سكس هرمونز، which are اللي هم مين بقى السكس هرمونز او الفيميل سكس هرمونز؟ اتنين، حاجه اسمها البروجسترون وحاجه اسمها الاستروجين. اول حاجه البروجسترون ده which is responsible for the continuity of pregnancy. يبقى البروجسترون ده هو اللي هيخلي فيه استمراريه للبريجنانسي او للحمل. يبقى الاول هرمون معايا في الفيميل سكس هرمونز اسمه ايه؟ نقول اسمه بالراحه عشان يبقى سهل، اسمه البرو
جاسترون. البرو جاسترون ده responsible for ايه؟ for الكونتينيوتي للبريجنانسي. طيب تاني هرمون اسمه الاستروجين. الاستروجين ده responsible for ايه؟ the appearance of secondary female sex characters اللي هي signs of puberty، بس فين؟ في الفيميل. يبقى عندي two hormones، البروجسترون وده ليه علاقة باستمرارية البريجنانسي او الكونتينيتي بتاعة البريجنانسي، وعندي الاستروجين وده اللي مسؤول عن ايه؟ الابيرنس اوف ايه؟ signs of puberty in female. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض ايه هي الساينس برضو البيوبرتي ان فيميل. قال لي الجروس اوف هير ان اربنت اند البيوبيك، طيب والسوفتنس اوف فويس والجروس اند الديفلوبمنت اوف بريستس، وعندي الاكيومبيليشن اوف فاتس ان سم بودي ريجنز والاكيرنس اوف منستر سايكل. يبقى 5 حاجات تعتبر الساينس اوف بيوبرتي ان فيميل، نقراهم مع بعض عشان يبقوا سهلين. اول حاجه الجروس اوف هير ان ارپمت اند بيوبيك، والسوفتنس اوف فويس، الجروس اند الديفلوبمنت اوف بريستس، الاكيومبيليشن اوف فاتس ان سام بودي ريجنز، والاوكيرنس اوف منسترال سايكل. ايه هي المنسترال سايكل؟ قال لي اتس وان اوف ساينز اوف ذا ساينس اوف بيوبرتي ان فيميل، هي واحده من البيوبرتي ساينس ان فيميل. ماشي، قال لي ان هي بتريبيت بتتعاد، ات ريبيتس افري 28 day، هي بتتعاد كل 28 يوم، as long as no pregnancy happens، طالما ما فيش اي حمل او pregnancy حصل. it starts at the age of female puberty from 11 to 14 years and stops at the age of menopause اللي هو من ال 45 to ال 55 years. يبقى خلينا عارفين كويس جدا ان المنستيرال سايكل دي بيحصل لها ستوبس امتى او بتتوقف امتى؟ في المينوبيوس اللي هو من اربعة اللي هو من 45 لل 55 years. يبقى خلينا برضو عارفين ان المنستر سايكل دي بيحصل لها ريبيت كل قد ايه؟ every 28 days. طيب الفيميل بقى المينوباس ده اللي احنا قلنا عليه، ايه هو الفيميل مينوباس؟ قال لي it's the age of which the two ovaries completely stop releasing ova، خلاص التو اوفر بتاع الفيميل ما بقوش بيطلعوا اوفا خلاص، ده اسمه ايه؟ اسمه الفيميل مينوباس. الفيميل مينوباس ده هو الايدج او العمر اللي بتكون فيه التو اوفرز كومبليتلي ستوب ريليزنج اوفا، توقفوا بالكامل عن انتاج الايه؟ الاوفا. طيب بيقول لي عندي بقى حاجة تانية اللي هي التو فالوبيان تيوب، برضو وصفهم ايه؟ قال لي they are two tubes of funnel shaped opening provide with finger like projections، قال لي ان هي تعتبر شكل الفانل كده وبيكون كمان مزودة او معاها finger كده finger like projections، عندها زوائد كده او projections في الاخر تبقى شبه ايه؟ الفينجر. طيب the inner wall of fallopian tube lined with cilia، عندها برضو في الوول او الجدار بتاعها حاجة اسمها cilia. طيب ايه هي البوزيشن بتاعت الفلوبيان تيوب؟ قال لي ذا تو فلوبيان تيوب ار لوكيتد نير تو ذا اوفريز اند اند ذا اند اند ات ذا ابر كورنر تو ذا يوترس، قال لي هي هتكون موجوده فين؟ نير تو الاوفري، اكيد هتكون قريبه من مين؟ من الاوفري، وكمان بتنتهي فين؟ اند اند ات الابر كورنر تو ذا يوترس، في اليوترس اهو اللي انا مش مكمل الرسمه، يبقى هي بتنتهي هنا، بتنتهي يبقى فين؟ بتنتهي فين؟ في الابر كورنر تو ذا يوترس، يبقى البوزيشن بتاعها من فين لفين؟ نير تو اوفرز واندس للابر كورنر اوف ذا يوترس. طيب الفانكشن بقى بتاعت الفالوبيان تيوب دي ايه فايدتها او الوظيفه بتاعتها؟ قال لي ريسيف او تراب ذا رايب اوفيان اند دايركت تو ات and direct it towards the uterus with the aid of the contraction and the relaxation of the muscle in the tube wall والموفمنت اوف lining cilia. فاكرين فوق لما قلت لكم ان هي عندها حاجه في الول بتاعتها اسمها cilia؟ قال لي بقى السيليا دي برضو ليها رول جامد جدا في الفانكشن بتاعتها. يبقى احنا كده تاني الفانكشن بتاعت
الفلوبيان تيوب، قال لي ان هي بتعمل تراب. تراب دي زي هي مثلا تقفش او تمسك. التراب بتعمل ايه؟ بتعمل ريسيف او تراب لمين؟ للاوفيوم اللي بتطلع من الاوفري. يبقى بتعمل تراب لمين؟ للرايب اوفيوم، وكمان بتوجهها او بتمشيها دايركت ات لمين؟ لليوتيرس. طب بتمشيها ازاي؟ مين اللي بيمشيها؟ قال لي بواسطه حاجتين اللي بيمشوا الاوفيوم دي، الكونتراكشن اند ريلاكسيشن. بتعمل زي انقباض وانبساط كده، كونتراكشن اند الكونتراكشن اند ريلاكسيشن للمسل اللي موجوده في التيوب وول. هي عندها مسل، فبالتالي العضلات او المسل بيحصل لها ايه؟ انقباض وانبساط، كونتراكشن وريلاكسيشن، فبالتالي بتحرك الاوفيوم. وكمان ايه؟ السيليا اللي موجوده في الوول بتاعها برضو بتحركها. كده خلصنا الفانكشن بتاعتها. طيب قال لي give reason the fallopian tube starts with a tunnel shape opening provided with finger like projection. ليه شكلها شبه الفانل شيب وكمان عندها projection زي الفينجر كده؟ احنا قلنا لازمتهم ايه؟ to receive the rib ovium، قلنا عشان تعمل receive او trap للovium from the ovary باي الفينجر لايك بروجكشن. يبقى الفينجر بروجكشن دي هي اللي بتعمل ريسيف للاوفيوم، وكمان وبعدين اللي بيحصل بتبوش ات توورد ذا يوترس ثرو ذا موفمنت اوف سيليا. يبقى السيليا بتعمل لها بوش، انما الفينجر لايك بروجكشنز اللي موجوده في بدايتها هي اللي بتعمل لها ايه؟ ريسيف، بتعمل ريسيف للاوفر او للاوفيوم. طيب ذا انر وول اوف فلوبيان تيوب از سيليتد. ليه؟ ليه الانر وول بتاعت الفلوبيان تيوب فيها سيليا او سيليتد؟ زي ما قلنا فوق، تو دايركت ذا رايب اوفيوم توورد ذا يوترس. الدايركت اوفيوم دي هتروح ممشيها ناحيه اليوترس او الرحم. طيب نرجع بقى نشوف نكمل برضو البارتس بتاعت الفيميل. اليوترس نفسه الديسكريبشن بتاعه ايه؟ اتس ا هولو بير شيبد اورجان. قال لي ان هو شيبد اورجان ويعتبر كمان هولو يعني مجوف. طيب it has a muscular wall that can expanded as the fetus grows during pregnancy. قال ان هو يعتبر عنده ايه؟ muscular wall، الwall بتاعته فيها برضو عضلات عشان تقدر ان هي تكسباند او تتمدد لما الفيتس او الجنين يقدر ان هو يكبر اثناء البريجنانسي. طيب قال لي كمان it's lined with mucous membranes rich in blood capillaries to form حاجة اسمها البلاسينتا during the pregnancy. قال لي ان هو كمان lined او متغلف كده بحاجة بالممبرين اسمه ايه؟ ميوكس ممبرين. الميوكس ده حاجة زي هو المخاط كده. قال لي اليوترس ده lined by ايه؟ by mucous membrane. الممبرين ده يعتبر فايدته ايه؟ قال لي ان هو ريتش ان بلاد، مليان بالشعيرات الدمويه بلاد كابيلاريز. طيب البلاد كابيلاريز دي بقى قال لي بتكون لي ايه؟ فورم ايه؟ قال لي بتفورم حاجه اسمها البلاسينتا اثناء ايه؟ اثناء البريجنانسي. هنعرف البلاسينتا دي اللي هي يعتبر الحاجه اللي الجنين بيتغذى عليها او الامبريو بيتغذى عليها during ايه؟ البريجنانسي. يبقى اليوترس lined with mucous membrane rich in blood capillaries بتكون لي ايه؟ blood capillaries بتكون لي البلاسينتا. طيب البوزيشن بقى بتاعته اللي ان هي it locates the pelvic cavity between the urinary bladder and the rectum. قال ان هي بتكون موجودة فين؟ in the pelvic cavity between the urinary بلادر وايه؟ اند ذا ريكتم. موجوده فين؟ ما بينهم كده، ما بين اليونري بلادر وما بين الريكتم. طيب ايه برضو الفانكشن بتاعت اليوترس؟ بروتكت ذا فيتس انتل بيرث. تقدر ان هي تحميلي الامبريو او الفيتس دي لحد ميعاد الميلاد او البيرس. وكمان نورشس ذا فيتس ديورنج ذا بريجننسي باي بلاسينتا، زي ما قلنا فوق ان هي بتعتبر ان هي بتغذي لي الامبريو لحد ايه؟ لحد ما يحصل له بيرس او لحد ما يتولد. طب بتغذيه عن طريق ايه؟ بتغذيه عن طريق البلاسينتا. يبقى البلاسينتا دي يعني وظيفتها او فايدتها في ايه؟ ان هي بتعمل نورشس للامبريو، بتغذي الامبريو. طيب ايه اللي بيربط الامبريو بالبلاسينتا؟ يعني هي البلاسينتا هي طبعا ده الشكل بتاعها، المكان بتاعها، والامبريو هو ايه بقى الحاجه اللي هو موصله بينهم؟ قال لي حاجه اسمها الامبليكال كورد ثرو ذا الامبليكال كورد اللي هو الحبل السري. يبقى الامبريو الجنين بيتغذى منين؟ من البلاسينتا. طب بيرتبط بلاسينتا بالبلاسينتا عن طريق ايه؟ عن طريق الامبليكال كورد.
طيب give reasons your uterus is lined with mucous membrane which in blood capillaries. قال لي ليه ليه عنده mucous membrane to form the placenta زي ما قلنا which responsible for nourishment لمين للفيتس او الامبريو during the pregnancy through the umbilical cord. اخر جزء معانا في الفيميل سيستم اللي هو الفاجينا. الديسكريبشن بتاعه اتس ماسكولار تيوب ذات اكسباند ديورنج اللابور. دي برضو ماسكولار تيوب بتتمدد اثناء البرس او الايه او اللابور. طيب البوزيشن بتاعه ات اكستند فروم ذا يوترس اند اندس ان ذا اكسترنال جينيتال اوبننج. بتمتد من اليوترس لحد بتنتهي عند مين الاكسترنال جينيتال اوبننج. طيب الفانكشن بتاعته ات اكسباندنج او اكسباندز during the labor او البرس to deliver او coming out the baby. بتفضل تعمل يحصل لها اكسباند لحد ما ايه بت coming out لمين للبيبي. طيب هنكمل كده مع بعض ونشوف الاستراكشر بتاعت الاوفيوم والاستراكشر بتاعت السبرم. نفتكر الاوفيوم دي كان مين اللي بيعمل لها production الاوفري في الفيميل reproductive system, انما السبرم كان مين اللي بيعمل لها reproduction التستس في الميل reproductive system. طيب هنبص كده مع بعض. you know that the body of living organism consists of cells each cell contain of nucleus that contain number of كروموسوم اللي هم كام كروموسوم. قال لي يعتبر 46 كروموسوم. بصوا هنلخص الحتة دي بطريقة كويسة. جسم الهيومن عموما اي جسم انسان او جسم الهيومن عنده two types of cell. عندي حاجة اسمها السيل العادية اللي هي تعتبر عندها 46 هرمونز او تعتبر اسمها البادي سيل, وعندي حاجة اسمها السكشوال سيل او السكس سيل. طيب الخلايا او السيلز اللي هي بتاعت البادي قال ان هي بيكون عندها ايه 46 سيل. طيب والسكس سيل او السكشوال سيل قال لي لا دي بتحتوي نصها على طول نقص نص ال 46 يبقى كام. قال لي هتحتوي فقط على ال 23 كروموسوم. ذا اوفيوم اند السبرم هم دول الايه السكشوال سيل, هم دول الجاميتس. الجاميتس هي دي الخلايا الوحيده اللي في جسم او في الهيومن بودي عندها ايه عندها اونلي 23 كروموسوم. يبقى كده عرفنا ان الاوفيوم والسبرم دول الجاميتس. الجاميتس دول عندهم كام كروموسوم؟ عندهم 23 كروموسوم. انما اي خلايا تاني في الجسم اللي هي عندها ايه كام كروموسوم؟ الكروموسوم ده هو الجيناتك ماتيريال, يعني هي الحاجه اللي تعتبر المسؤوله عن تكويننا كلنا او تكوين الانسان. الجين الماده الوراثيه بتاعتك الجيناتك ماتيريال. طيب يبقى كده عرفنا الاوفيوم عندها كام 23 كروموسوم والسبرم برضو 23 كروموسوم. طيب نشوف كده شكل الاوفيوم. هي دي الفيميل جاميت اللي هي الاوفيوم. اتس ريلاتيفلي لارج ان سايز از سمسم سيد سايز. عارفين حبه السمسم؟ هو بيقول لي ان هي شكل ايه حجمها في حجم حبه السمسم كده. طيب بيقول لي ديو تو ذا ستورج اوف نيوتريشن ماتيريال. هي ليه كبيره كده؟ قال لي عشان هي عندها ايه نيوترينت ماتيريال. عندها ايه نيوترينت ماتيريال. يبقى ليه الاوفيوم تعتبر شكلها او حجمها الى حد ما كبير عشان ايه كونتين ايه ديو تو ذا ستورج اوف نيوترينت ماتيريال. اتس نوت ا موبايل سيل. قال لي الاوفيوم هي مش موبايل سيل. موبايل يعني بتتحرك. قال لي هي مش موبايل. not a mobile cell it's a static cell. يبقى ممكن يجي لي في true or false الاوفيوم is a static cell اقول true, الاوفيوم is mobile cell اقول طبعا false. قال لي it's a spherical cell شكلها كده spherical او مدور, وهو ده شكلها بالظبط. يعتبر جوه هنا كده النيوكليس وحاجه حواليها اسمها السيتوبلازم اللي هو يعني النيوترنت ماتيريال, ومن بره كده حاجه اسمها البلازما ميمبرين وحاجه اسمها السيلولار ميمبرين. طيب نشوف برضو اجزائها تاني. النيوكليس اهي كونتينز اونلي هاف اوف ذا جينيتك ماتيريال زي ما قلنا فوق. هيكون عندها الجينيتك ماتيريال كلها ذا هول جينيتك ماتيريال؟ لا, اونلي وان هاف
اوف جيناتك ماتيريال اللي هم كام يعني 23 كروموسوم. طيب السيتوبلازم بقى contains the stored food and the nutrients that are surrounded by plasma membrane. يبقى السيتوبلازم ده هو اللي هيكون ايه، هو اللي هيكون متاح فيه الفود والنيوترنت بتاع الاوفيوم. طيب السيلولار بقى membrane، قال لي an intricate membrane that surrounds او coats the cell from outside. يبقى السيلر ممبرين دوت هو الايه، الممبرين اللي هيعمل لها زي كوت او كفر كده للسيل من بره. ده مين بنتكلم عن الاوفيوم. طيب هنتكلم بقى عن السبرم الميل جاميتس، قال لي ايه is considered very small if it's compared with ovum of the ovum. لو احنا هنقارنها بالاوفيوم فهي صغيرة جدا جدا، فهو صغير جدا السبرم، يعتبر السايز بتاعه very small، لكن هو ايه it's a mobile cell. قال لي بقى لا السبرم ده مش static، ده mobile cell يعني خلية متحركة. طيب شكلها اهو، ده شكله اهو، ده اللي يعتبر شكل السبرم، ده الهيد بتاعته وجواها النيوكلس، وبيكون من جزء كده اسمه الميدل بارت، جواه حاجة اسمها الميتوكوندريا، وبعدين في الاخر التيل او الديل. طيب consists of ايه، نراهم تاني. الهيد بيقول لي ذات كونتينز وان هاف اوف جينيتك ماتيريال، برضو احنا اتفقنا ان الاوفيوم وال يعتبر السبرم الاثنين عندهم ايه الهاف اوف جيناتك ماتيريال اللي هم ايه 23 كروموسوم. وبعدين عندي الميد بيس او الميدل بارت، يعتبر عندها ايه زي ما قلنا كونتينز الميتوكوندريا. طب ايه لازمه الميتوكوندريا دي؟ قال لي ار ريسبونسبل فور انرجي برودكشن نيدد فور ذا سبرمس موفمنت. قال لي الميتوكوندريا دي هي المسؤوله عن الانرجي اللي بتحرك لي الايه السبرم. يبقى اما يجي يقول لي الميتوكوندريا قولي لي الامبورتنس بتاعتها او الفانكشن بتاعتها، هقول له ايه ان هي ريسبونسبل فور ايه الانرجي برودكشن فور ذا سبرمس موفمنت، هي المسؤوله عن الانرجي ايه الانرجي برودكشن نيدد فور مين السبرم موفمنت. طيب التيل بقى اللي في الاخر ده مهم في ايه؟ قال لي اولا شكله هو سن اند لونج، رفيع وطويل، اند اتس ريسبونسبل فور ذا موفمنت اوف ذا سبرم تل ريتشز ذا اوفيوم، برضه هو يعتبر المسؤول عن حركه السبرم لحد ما يوصل لمين؟ للاوفيوم. طيب زي ما احنا كده قلنا ان هناك البادي سيل، البادي سيل زي ما قلنا بتتكون من نيوكلس، واللي هي بتكون عندها الجيناتك ماتيريال كامله اللي هي كام يعني 46 كروموسوم، انما الجاميتس اللي هي السبرم او الاوفيوم عندها ايه only half the number of genetic material اللي هم ايه 23 كروموسوم. طيب هنتكلم بقى دلوقتي عن الفيرتلايزيشن اند الامبريو فورميشن ان هيومن. هنتكلم عن ايه الفيرتلايزيشن والامبريو فورميشن، تكوين الجنين والاخصاب فين في الهيومن. طيب هيقول لي بقى عندي كذا ستيج كده هنتكلم فيهم مع بعض. ذا فيميل بروديوس اونلي وان رايب اوفيوم اون ذا 14th داي اوف ذا بيجينينج اوف مينستيريال سايكل. قال لي الفيميل بتنتج كل بتنتج وان رايب اوفيوم، تعتبر ايه وان رايب او بويضه واحده امتى؟ اون ذا 14th day of the beginning ministerial. يبقى اما يجي يسألني ويقول لي امتى الفيميل بتنتج only one ripe ovum in او on the 14th day، امتى؟ مش on، ما تقوليش على طول الministerial cycle، او ما تقوليش on end of ministerial cycle، لأ ناخد بالنا من كلمة beginning دي. يبقى on the 14th day of the beginning of ministerial cycle. طيب during the mating the male secretes billion of sperms which move from vagina towards the uterus then to the fallopian tube. يبقى في الميتنج قال لي ان الميل بيفرز او سكريتس مليون من السبرمس، وايه بيحصل لها ترانسفير من الفاجينا لحد ما توصل عند اليوترس بواسطه طبعا مين، لحد ما تروح بعد اليوترس عند مين؟ عند فلوبيان تيوب. طيب بعدين السبرمز دي rush the ovum at the beginning of fallopian tube، rush يعني بتهاجمها كده او تفضل ان هي تلف حواليها. يبقى السبرمز دي بتعمل rush للاوفيوم فين؟ برضو السؤال ده مهم وبيجي، هاجي يقول لك المكان اللي السبرمز بتعمل rush للايه للاوفيوم فين بالظبط؟
at the beginning of fallopian tube، ما تقوليش fallopian tube بس، لا لازم كلمة the beginning، يبقى بتعمل رشد للأوفيوم at the beginning of fallopian tube. طيب الاستوديو الرابعة قال لي the head of sperm secretes enzyme، قال لي لقينا ان الهيد بتاعت السبرم بتعمل ايه؟ بتعمل انزيمات، secretes enzyme. طب ليه؟ to dissolve the cellular membrane of the ovum and facilitate the penetration inside the ovum. قال لي عشان نعمل، مش احنا قلنا ان الاوفيوم عندها cellular membrane، هي بقى كل السبرمز دي عمالة تفرز او تعمل سكريت للانزيمز عشان تعمل ديزولف او تدوب او تفكك السيلر ممبرين اللي حوالين الاوفيوم ده. يبقى الهيد بتاعت السبرم بتعمل ايه؟ بتعمل سكريت للانزيم عشان تعمل ديزولف للسيلر ممبرين اللي هو فين؟ اوف ذا اوفيوم، عشان كمان ايه؟ تفاسيليت البنتريشن انسايد ذا اوفيوم. طيب one sperm only can penetrate the cellular membrane of the ovum. خلينا ناخد بالنا من الجملة دي، ان هو sperm واحد بس، only one sperm هو اللي بيعمل penetrate لل cellular membrane وايه بتاع ال ovum. يبقى كلهم بيعملوا ايه؟ dissolve او بي secrete enzyme عشان نعمل dissolve لل membrane. طيب كلهم بيعملوا penetrate لل cellular membrane؟ لا، only one سبرم هو اللي بيعمل بنتريت وبيقدر ان هو يخش ايه؟ سيلر ممبرين اوف ذا اوفيوم. طيب افتر ذا بنتريشن اوف ذا سبرم ذا اوفيوم سراوند ات سيلف ويز ا ممبرين ذات بريفنت ذا بنتريشن اوف اني اذر سبرم. بعد ما بيدخل اول سبرم الاوفيوم نفسها بتعمل ايه؟ بتسراوند ات سيلف، بتلف كده نفسها بممبرين تاني او غشاء تاني. اللي بيعمل ايه الغشاء ده؟ بريفنت ذا بنتريشن اوف اني اذر سبرم، بيمنع اي بنتريشن تاني لاي سبرم تاني. هو واحد بس يعتبر اللي بينجح في البنتريشن، ومفيش اي سبرم بيدخل تاني بعد اول واحد ما بيدخل. طيب الفيرتلايزيشن اوكرز باي ذا فيوجن اوف ذا نيوكلاس اوف سبرم اللي هي عندها كونتينز 23 كروموسوم وذا نيوكلاس اوف اوفيوم اللي هي برضو عندها 23 كروموسوم تو فورم ايه؟ الزايجوت. طبعا 23 بلس 23 هيديني فيرتلايزد ايج اللي هي كونتينز كام؟ 23 46 كروموسوم او 46 كروموسوم، اللي هم يعني 23 بيرز اوف كروموسوم. يبقى قال لي ان الفيرتلايزيشن بقى هنا بيحصل ايه؟ باي فيوجن اوف، اندماج او فيوجن لمين؟ للنيوكلس بتاعت السبرم اهي، والنيوكلس بتاعت الاوفيوم، النيوكلس اللي هنا والنيوكلس اللي هنا حصل لهم فيوجن، راحت مكوناني ايه؟ الزايجوت. السبرم هنا اونلي 23 او 23 كروموسوم، وبرده الاوفيوم اونلي 23، الاثنين كونوني زايجوت عنده 46 كروموسوم. بعدين الزيجوت ده ترانسفر تو ذا يوترس تو بي امبلمنتد ان اتس لينينج لايننج. قال لي الزيجوت ده بيحصل ان هو بيتنقل او بيحصل له ترانسفر لليوترس عشان زي ما نقول كده امبلانتد، يتغرس كده او يتزرع فيه او في الجدار بتاعه. طيب الزيجوت ده بيحصل له ايه؟ divides many successive division into many cells that differentiate and continue to grow forming the embryo او الفيتس. زي ما احنا شايفين كده بعد ما اندمجوا الزيجوت او حصل لهم فيوجن، الزيجوت بيحصل له ايه؟ بيحصل له many divisions، many successive division، ده ال first day 2 division، بعدين بقى 4 division، بعدين زي ما احنا شايفين كده successive divisions عشان تكون لي ايه؟ تكون لي في الاخر الامبريو او الفيتس. طيب احنا كده يعتبر وصلنا بالفيرتلايزيشن لحد ما كوننا في الاخر مين؟ الفيتس او الامبريو. يبقى احنا كده طلعنا بتو كونسبت، الفيرتلايزيشن ان هيومن اتس ذا فيوجن اوف ذا نيوكلس اوف ميل جاميت اللي هو السبرم وذا نيوكلس اوف فيميل جاميت اللي هي الاوفيوم تو فورم ايه؟ الزايجوت اللي هو الفيرتلايزد اوفيوم. طيب احنا كده عرفنا الفيرتلايزيشن فين؟ في الهيومن. ايه بقى البريجننسي بيريود؟ قال لي اتس ذا بيريود بتوين الفيرتلايزيشن بروسيس اند الدليفري اند الدليفري ويتش اكستند فور اباوت 9 months. يبقى البريجننسي بيريود او فتره الحمل هي ايه؟ البيريود اللي ما بين او بتوين الفيرتلايزيشن بروسيس
والدليفري او الولاده هوتش اكستند فور اباوت كام، طبعا 9 شهور. طيب في ملحوظه كده بيقول لي ذا نيو بورن بيبي ويل كاري الجينيتك تريتس اوف ذا بيرنت از هيز سيل كونتين 23 كروموسوم كومينج فروم هيز ماذر، اللي هي طبعا اللي بتتمثل في الاوفيوم، اند 23 كروموسوم كومينج فروم هيز فاذر اللي هي طبعا السبرم. طيب give reason the ovum surrounded itself with a coat after the penetration زي ما قلنا to prevent the penetration of any other sperm. الجزء دوت بيقول لي ان البيبي اللي بيخرج في الاخر ده بيكون عنده الجينيتك ماتيريال نصها او الهاف اللي هي 23 كروموسوم من مامته اللي هي طبعا من his mother، وال 23 التانيين من his father. بيقول لي ايه اللي هيحصل، what happen if the fallopian tube are ligated، حصل لهم ربط او حصل لهم قطع ان احنا ربطناهم. هنكمل كده مع بعض. وقال لي ان الفلوبيان تيوب لو حصل لها ليجيتد السبرمز doesn't reach the ovium، السبرم مش هتعرف طبعا توصل للأوفيوم، therefore the fertilization pregnancy doesn't occur، وبالتالي البريجنانسي أو الفيرتلايزيشن مش هيحصل أصلا. احنا اتفقنا إن الفيرتلايزيشن بيحصل فين؟ في beginning of the fallopian tube، واحنا عملنا الفلوبيان تيوب cut أو ligated، فبالتالي مش هيقدر إن هو يوصل لها. الفلوبيان تيوب ليجيشن surgically is considered as one of the means of birth control. احنا يعتبر الفلوبيان تيوب ليجيشن دي تعتبر considered as a as birth control means as تعتبر way أو method لمين للbirth control. يعتبر احنا السنة دي من سنة 2023 خلصنا المنهج بتاعنا لحد هنا. ما ننساش لو في أي سؤال نبعته على البيج بتاعت الفيسبوك اللي هنلاقيها في الديسكريبشن في الفيديو تحت.